هو فين؟ اللي هو مين؟ احنا مش عاوزين لف ولا دوران، بتاع السمك جوزك طه غريب. انتوا بتخرفوا تقولوا ايه؟ البيت اهو عندكم، ادخلوا دوروا زي ما انتوا عايزين. ايه؟ يلا يلا ادخلي بلاش قلق. بقول لك ايه؟ انت عارف مامتك اول ما هتشوف وشنا هتطيح فيا وفيك. سيبيها تطيح وماله، مش امنا. وبعدين بقى بصراحه انا لو مكانها مش هطيح فيكي، ده انا ارميكي من الشباك يا ندى. يا سلام يا اخويا، انت بقى اللي زي النسمه، ما انت كمان يتفتلك بلاد. والله العظيم انا متاخد في رجلين بسببك وبسبب اللي ما يتسماش انور ابن خالك. يلا يلا فوتي قدامي. راحه فين؟ راحه فين؟ فك فك فك، شيل القفل اللي حطها مركبها على بقك ده. يلا ربنا يستر. انا مش قلت مش عايز اشوف خلقه حد فيكو؟ طب وتيجي ازاي دي بس يا ماما؟ يا ماما احنا ملناش حد غيرك وما نقدرش ابدا نستغنى عنك. ما تقدروش تستغنوا عني، انا بقى اقدر. ونهون عليكي برضو يا ماما. طب بذمتك ما صعبتش عليكي وانت بتطرديني من اوضتك امبارح بالليل؟ وانا كمان يا ماما ما صعبتش عليكي لما طردتيني من البيت بحاله غصب عني مش بايدي؟ انا عمري ما قسيت عليكم، لكن لما اشوفكم بتضيعوا قدام ايديا وانا مش قادره اعمل حاجه ليا حق اتجنن. يا امي يا حبيبتي المشاكل دي بتحصل في كل بيت، وبعدين الزمن كفيل بانه يحل اي مشكله. ولا ايه يا ندى؟ ايوه اكيد طبعا يا ماما. ايوه غنوا وردوا على نفسكم يا ولاد عبد الوهاب، حد مسلطكم تجننوني؟ صحيح مفيش بيت بيخلى من المشاكل، لكن دي مش مشاكل، دي مصايب تهد جبال، وانا مش جبل، انا بني ادم لحم ودم، تعبت لغايه ما ربيتكم وكبرتكم. كانت ايه النتيجه؟ الهانم العقله اللي كان مفروض ولادها في حضني دلوقتي بتتجوز وتتطلق وتتجوز وعايزه تتطلق. مفيش ام ترضى لبنتها كده ابدا. يا ماما انا مبسوطه من اللي انا فيه ده، لكن اعمل ايه؟ نصيبي كده. ما تعلقيش خيبتك على النصيب، دي قلة عقلك. أكدب عليكي يا ماما لو قلتلك إني مش تعبانة، حيرانة وتايهة مش عارفة أعمل إيه، عشان كده كنت محتاجة إيدك معايا تقوليلي أعمل إيه. أنا ماليش حد غيرك يا ماما. موقف مؤثر فعلا، كان نفسي يبقى معايا كاميرا أخد لكم صورة وأنتوا في هذا الوضع يا ماما. يا حبيبتي انت تخرس وتتلهي على عينك انت راخر، ما انت اسخن منها. تعب قلبي من مشيك في السياسة، ولا عارفة بتروح فين ولا بتيجي منين ولا بتعمل ايه، معيشني في رعب ليل ونهار. ولما بتخرج من باب البيت بقعد اقول يا ترى يا هل ترى هترجع ولا مش هترجع يا شادي. يا امي يا حبيبتي ما خوفك الزايد عليا ده هو اللي تعبك وتعبني. انا زي اي شاب عادي في البلد. يعني ايه مش عايز ترجع اللي في دماغك؟ هتمشي فيها على طول؟ وانا اقدر برضو، وانا اقدر ازعل حضرتك يا حبيبتي. انا خلاص قررت ان انا اتنيل واترزي واقعد على مكتبي اذاكر لا رايح ولا جاي لحد ما انجح واستلم الوظيفه. وبعدين انتوا ليكوا عندي خبر حلو جدا. انا قررت اتاهل. ايه؟ ايه؟ اتأهل يعني اخطب. اظن مفيش استقرار اكتر من كده يا ماما. جدع اللي بيتردد عليه شادي ده، اسمه ايه؟ ساكن فين؟ اسمه رضوان عبد الحق جاد الحق، وساكن في حي القلعه. فانا طيب يعني بيشتغل ايه؟ في ورش السكك الحديد. يعني في سن شادي اصغر اكبر؟ لا يا فندم، ده بالقليل داخل على الستين. يبقى اكيد عنده عيال في سن شادي. من تحريتنا يا فندم قدرت اعرف ان هو ساكن مع بنته الوحيده
تلميذه اسمها نعمه، وعنده كمان ولدين كبار متجوزين لكن مش عايشين معاه، ومراته توفت من حوالي 5 أو 6 سنين. انت متاكد ان شادي بيتردد عليه كل يوم؟ يوميا يا فندم، اول الدنيا ما تليل ينزل ياخد الترمي للقلعه ويقعد معاه حوالي ساعه او ساعتين. شفت حد تاني بيتردد على بيته؟ في واحد يا فندم بيتردد عليهم، لكن انا لحد دلوقتي لسه ما قدرتش اميز ملامحه، لانه بيحط لاسة على وشه وبعدين بيقعد معاهم من ربع ساعه لنص ساعه بكتيره. وباين عليه حريص قوي يا فندم، لانه بيفضل يحوم ويلف حوالين البيت مره مرتين قبل ما يخبط على الباب. طيب من شكله كده ما قدرتش تميز اذا كان عامل ولا موظف؟ كل مره يا فندم اشوفه بشكل مختلف، مره يلبس بنطلون وقميص، ومره بلدي، ومره جبه وقفطان كانه ازهري. طيب لما تخلص شغلك النهارده فوت عليا وانا هروح معاك. تمام يا فندم. عبد الله بالسلامة يا انور بيه. سنجة؟ قلبي كان على حبيبي. انت دخلت هنا ازاي؟ يا راجل بالذمة تسأل؟ انت عايز حتة باب زي ده يستعصى على المعلم سنجة الترماي؟ ده لو باب شقتك ولا باب ايها شقة في البلد ولا باب ايها دكان ولا حتى بنك، ده انا المعلم سنجة. وبعدين عايز نقعد على السلم كده قدام الرايح واللي جاي، احنا مش نسايب اهل. مهم اسره، زوغت فين ليلة امبارح؟ اصل البت بتي فلة دوش الدماغ طول الليل، يا بابا انور اتاخر، يا بابا انور مجاش، يا بابا قلبي وكلني عليه، يا بابا انا خايفه يكون حد عمل فيه حاجه. قلت لها يا بنت ما تقلقيش اهملي، انا مامن على الراجل، خلاص ابو الاناور بقى في عهدتي، يعني مفيش ايها مخلوق على وجه البسيطه يقدر يهوب ناحيته طول ما انا عايش. زوغت فين ليله امبارح؟ انا اصلا مريت على الصحبة القديمة ورحت سرت عند واحد فيهم. يخص عليك ابو الاناور، بقى بالذمة ده كلام يا راجل؟ تاخد صحبتك الحلوة وتسهر برة ليه؟ هخسع معاهم؟ مش هعرف اعمل واجب يعني؟ ولا مش عايز تعرفهم على ابو نسب؟ انا نسبي يشرف ابو الاناور. معلش فاتت عليا دي، ملحوقة مرة تانية تتعوض يعني. طب بالمناسبة بقى، يعني مش خير البر عاجله؟ مش نكتب الكتاب بقى يعني؟ كتب كتاب مين يا سنج؟ كتب كتابك انت على فلة بيتي. انا عايز افهم بقى، كان يجرى ايه لو كنا قعدنا في البيت وتعشينا، وكان ممكن واحنا بنتعشى نسمع مزيكا؟ هتفهم دلوقتي. تحبوا تشربوا حاجه قبل ما نجهز العشاء؟ كل شيء جاهز يا مدام. مارجريت، اكيد انت بترتبي حاجه، تفتكر هيكون ايه؟ ما هو لو انا اعرف ما كنت سالت. طيب ممكن تقبل مني الهدية دي؟ بجمع الأقلام، أجمل وأشيك قلم شفته في حياتي. ميرسي يا ماجد، بس على فكرة بقى الحكاية دي بقت مريبة، ممكن أعرف إيه المناسبة لده كله؟ للدرجة دي ناسي شفيق؟ كل سنة وأنت طيب، النهاردة عيد ميلادك. سنة وانت طيب يا باشا. وانت طيب. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
بس تعرفي ان انا فعلا كنت ناسي اليوم ده. انا مش ناسية، عم احمد كمان مش ناسي. طبعا متشكر يا احمد، ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. بس هو حط لك شمعة واحدة بس. انت عايزاه يحط كل الشمعة بس؟ عقبال 100 سنة يا باشا. ثانك يو. مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كل سنة وانت طيب حبيبي. وانت طيب. انا اسعد واحد في الدنيا. عارفه انا نفسي اعمل ايه دلوقتي؟ اقوم وارقص واغني واقول للناس دي كلها بحبك بحبك بحبك. شفيق حبيبي اعمل كل اللي انت عايزه، بس ما تعملش حاجه واحده، بلاش تغني، صوتك مش حلو. عيد ميلاد سعيد يا شفيق. حسن باشا مساء الخير يا مدام. أنا آسف لو كنت أعرف إن عيد ميلادك النهارده ما كنتش جيت إلا وهديتك معايا. أنا هنا بالصدفة أنا والمدام. متشكر أوي يا فندم. يا ترى يا شفيق ده عيد ميلادك الكام؟ العمر مش بيتحسب بعدد السنين اللي عشناها، بيتحسب بقيمة اللي عملناه في السنين اللي عشناها. تأكيدا لكلام مارجريت، في ناس بتعيش عمر طويل قوي ويموتوا ولا كأنهم عاشوا، لأن محدش بيفتكرهم. يا حسن باشا واقف ليه؟ ما تتفضل معنا. لا متشكر قوي، أنا ما أحبش أبقى عزور في ليلة زي دي، بس هو في سؤال خطر على بالي قمت عشان أبارك لك وأسأله لك. يا ترى أنت سعيد بسنين عمرك اللي عشتها؟ سبع الأوان، لأني لسه عايش ولسه عندي طموحات كتيرة وأحلام أكتر. عموما يا حسن باشا أنا سعيد وفخور بالأيام اللي أنا عشتها، ولو إن في حاجات كتيرة قوي بتمنى إنها تتحقق، وبتمنى إن ربنا يديني العمر علشان أقدر أحققها. مش كل حاجة الإنسان بيتمناها بتتحقق يا شباب. أرجوك اقبل مني الوردة دي وثق إننا لو اتقابلنا تاني هكون محضر لك هديتك. تأكد. عيد ميلاد سعيد. متشكر يا باشا، ولو إني كنت أتمنى إنك تقول لي كل سنة وأنت طيب. مدام قلتش يعني يا ابو الاناور امتى هنكتب الكتاب ونعلي الجواب؟ كان يوم اسود ومعرفتك المامه رد السجون. انا عارف يا رب ورطه ايه اللي حطيت نفسي فيها دي. بقى راجل تفوتنا ليله امبارح من غير تموين خالص؟ انت ايه؟ كنت عايز الليله تعدي كده ارديحي من غير حشيش من غير مزاج؟ دي كانت الصحبه كلت وشي، كانت هتبقى جرسه. بس ربك بقى سطر ولقيت حتة الحشيش اللي كانت تايهة في جيب من الجيوب، كانت الليلة هتبقى وحشة قوي. اديني خدت التموين اللي يكفيني الليلة دي ويزيد، لغاية ما بعدي على التاجر استقضى منه التموين اللي يكفينا، وبرده حاجة خزينه عندك هنا في الأمان. البيت بيتك، البيت بيتك يا سنجة. ما قلتليش يا صاحبي. إمتى بقى هنكتب الكتاب؟ ها؟ إمتى هنعلي الجواب؟ عايز ألحق أشاور البيت؟ قريب قريب ان شاء الله قريب. براحتك انا منتظر ردك، بس ما تاخرش عليا. اوام اوام كده زي بتوع السيما. ها انا منتظرك الليله دي في المركب بعد التشطيب، ولا عندك مشاوير تانية؟ لا لا ان شاء الله هعدي عليك، ده حتى الصحبه وحشتني قوي. انت كمان وحشتهم قوي. يا عريس سلام. سلام. الدرجة دي هانت عليك نفسك يا انور؟ تتجوز بنت بلطجي وحرامي؟ قالوا ايه اسمها؟ فلة يا صلاة النبي. ابقى انا المعلم انور جوز المعلمة فلة. شفيق
انا اسفه اذا كنت سببت لك اي ازعاج. كنت ذنبك ايه يا ماجي؟ كنت تعرفي منين ان احنا هنقابله النهارده؟ انا مش فاهمه معناه ايه السؤال اللي ساله لك. معناه واضح انهم فعلا قرروا يتخلصوا مني. تفتكر؟ ما تتخضيش يا ماجي، من سنين وحسن باشا بيحلم انه يتخلص مني، وانا نفس الشيء بحلم ان البلد تتخلص منه. هو بيحاول وانا بحاول، مين اللي هينتصر على التاني؟ السؤال ده هتجاوب عليه الايام. مالك يا ماجي؟ ولا حاجه شفيق. موسى بيه ادب 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 ايه باشا المكان والناس. اتفضل. عملها فيا وزوغ مني تاني بسلامته. ماشي سلق وعدك مني بقى حضره الضابط. يا لهوياني يعني ايه يابا؟ مش هيتجوزني تاني سي انور ورجع في كلامه؟ ما انت اللي بوزك فقر زي امك، كل ما اوقع لك عريس يطفش. هو انا يابا لحقت اقعد معاه حتى ولا اكلمه؟ بس ربك والحق يابا، سي انور ده بكل رجاله الدنيا هو ده بقى بصحيح اللي كنت بستمناه. يا بت ما تولعيش النار في صدرك اكتر ما هي والعه، حرام عليكي بقى. انسي خالص، عشان انا خلاص حطيته في دماغي ومش هسيبه. ادفع نص عمري يابا، لا ادفع عمري كله واعرف الراجل طفش ليه وما جاش. انا عايز اعرف. لا 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 لا، ما تدفعيش ومش هتدفعي، مش انت اللي هتدفعي، هو اللي هيدفع. منور عزمي هو اللي هيدفع، وموسى القبلي هو اللي هيدفع، واي حد وراهم الجن الجنزاري نفسه هيدفع، مش انا اللي حد يربط معايا كلمه ويرجع فيها. سمعت انك كنت ضابط في الجيش. كنت تعرف وانا صغير كنت بحلم ابقى ضابط بس في البوليس. مش كل اللي بتمناه بيتحقق يا موسى بيه. ايوه بس انا حققت جزء من احلامي، شغلتي دي مرتبطه برضه بالبوليس. انت هتقول لي مصدقك يا موسى بيه؟ طبعا. لكن مش غريبه يا جنرال انك في السن ده وما اتجوزتش. نسيت، ده انا نسيت حاجات كتير قوي، نسيت اتجوز ونسيت حاجات كتير. لكن ما نسيتش وانت في السن ده انك تحب. هي دي غلطه عمري بقى، ما اتطعنتش ضد الحب وانا صغير. نقولي انت يعني ما حبيتش؟ ولا عمري عرفته، وده من حسن حظي. يعني انت ما حبيتش نور القمر؟ نور القمر انت بتحبها؟ انا غرقان في حبها، نفسي اقابلها، نفسي اعرف هي مين. شيء طبيعي، الممنوع مرغوب. تعرف سر نور القمر في الغموض اللي هي مغلفه نفسها بيه، بعدها عن الناس، علامه الاستفهام الكبيره اللي حواليها. برضه ما جاوبتش على سؤالي، انت ما حبيتهاش؟ قلت لك ولا عمر عرفت حاجه اسمها الحب. وبعدين انا حريص على شغلي، حفني داوود لو عرف او حس بميلي ناحيتها مش بس هيقطع عيشي، لا ده هيقطع رقبتي كمان. عايز تفهمني انها ملك حفني داوود وانه بيعشقها وبيغير عليها؟ حفني داوود ده مجرد قرد عجوز
رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره. اه ده اللي مخليه يغير عليها. قالك منين انه بيحبها؟ يعني يعني ايه؟ مش جايز يكون ابوها؟ هو حبيبها ولا ابوها؟ اظن ده مش لغز ملوش اجابه عندك. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايزك تساعدني. انا ارجوك، انا نفسي اقابلها، انا عايز اتكلم معاها، انا مستعد لكل طلبات. اساعدك في حاجه تخص حفني داوود وعرض نفسه ومستقبلي للخطر، وعلشان ايه؟ يا سيدي يا سيدي اعتبرني مساعد للصديق. تذكرت ولا ايه يا جنرالي؟ انا يا دوبك لسه عارف اسمك دلوقتي. مساعدة ايه اللي بتتكلم عنها؟ خليك في حياتك واعمل فيها زي ما انت عاوز، لكن حياتي انا مالكش دعوة بيها خالص. اشرب. زعلت؟ انت عندك حق. الحق ما يزعلش. ايوه. شوف يا جنرال، كل اللي بيجوا هنا بيجوا علشان متعتهم وبيدفعوا بتمن، وانت جيت ودفعت من حقك تاخد المقابل، لكن جاي علشان اوصلك لنور القمر ده المستحيل نفسه. انا كل اللي اقدر اقدمه لك ان احكي لك حكايتها اللي اغلب الناس عارفاها من ايام ما كانت في اسكندريه. اسكندريه؟ ايوه. اصلا انت هتقول لي كمان ان ما اسمهاش نور القمر؟ هي فعلا ما اسمهاش نور القمر، اسمها حورية. لا لا، كفاية كفاياكو، هتجننوني. أصدق مين ولا مين؟ كفاية كفاية. تعالي في ايه يا بت يا دلال؟ مين بيزعق مع مين؟ ده سي أنور بتاعي مع سي موسى بيه في أوضته. أنورتي، ايه اللي حصل بينهم؟ هو ده مالي. في ايه؟ مالك يا انور بتزعق كده ليه؟ كفايه مش قادر استحمل. ده راجل مجنون، صدقيني مجنون. فجأة كده انفعل وقعد يصرخ مش عارف ليه، مش فاهم. انتوا كنتوا بس قولي كنتوا بتتكلموا عن ايه؟ كان بيسألني على اللي ما تتسمى نور القمر، ومع كل تحفظي في الكلام عن اي حد وعلشان اريحه بدات احكي له حكايتها. فجاه لقيته بني ادم تاني انفعل وصرخ. وفين؟ في بيتي انا، بيت موسى لابني. الراجل ده مجنون. اتفضل يا استاذ اطلع بره بيتي بره. اهدى اهدى بس يا موسى بيه، عشان خاطر انا. حضره الضابط انور برضه معذور. ما هو اسوأ شيء في الدنيا انك تحب على قبر. معلش عديها عشان خاطر انا. محدش يقدر يعمل العمله دي ابدا مع موسى ليبي. ما قلت لك يا موسى بيه عشان خاطر انا، ووعد مني مش هتتكرر تاني. مش كده برضو يا انورتي؟ انا اسف يا موسى بيه، غصب عني مقدرش استحمل. جوايا بركان ساير مش قادر اهمله ابدا. انا تعبان. شادي راح فين؟ شادي مين؟ انا شايفه بعيني داخل هنا. شادي فين؟ ابوك فين؟ ده صوت حمدي جوز اختي. سيب كل حاجه مكانها يا رضوان. اللي بالحق حمدي ولا حركه. ابويا عايز ايه يا حمدي؟ أنا عايز أعرف حاجات كتيرة أوي، أولها إيه اللي جابك عند الراجل ده؟ تعالي ده سؤال مش محتاج أجاوب لك عليه يا حمدي. ده إيه ده؟ قنبلة؟ أنتوا اللي صنعينها هنا؟
عمري ما تصورت انك مشيت المشوار ده كله في السكه اللي انت ماشي فيها دلوقتي. انا اتصور تعملوا اجتماعات تتكلموا مع بعض تفضفضوا باللي جواكم عن الملك والانجليز تطبعوا منشورات زي اللي ماليه البلد، لكن تصنعوا قنابل ده اللي عمري ما تصورته. وتفتكر ده عيب فينا ولا فيك يا حضره الضابط؟ رضوان عنده حق، براد في ورش السكه الحديد مش كده؟ كده تبقى نسيت اهم صفه فيا، اني مصري. وانا فخوره بان انا بنته. انت مشتركه معاهم؟ لا 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 حمدي، انا قدامك لو عايز اي حاجه انت ممكن تعملها معايا، بس هحلفك بكل حاجه غاليه عندك، سيب نعمه والحاج رضوان في حاله. انت مش هتملي عليا اعمل ايه؟ اوعى تفتكر اللحظه ان علاقه النسب اللي بيني وبينك هتحدد الاسلوب اللي هتعامل بيه معاك ومعاهم. انا كنت جاي وراك انت، انما دلوقتي في جريمه واجبك كضابط بوليس يحتم عليا ان امنعها، فاهم؟ حبنا للبلد اللي اتولدنا فيها بلدنا وبلد اجدادنا اللي اويانا وعايشين بناكل من خيرها، حبنا للبلد دي مش جريمه يا حضره الضابط. انت تسكت خالص يا ابويا. ممكن تنسوا بقى اللي حصل؟ ايوه. الازازه دي على حساب لزوم الصالح. ما هو ده اللي باخده من وراك يا سيانورتي. كانت نميله، كانت نميله في حظي الهباب. ده واضح انك انت حامله الميكروب انت كمان، تبقى مصيبه لو عديتي بيه بقيه البنات. يا موسى بيه، بس الحب مش وحش قوي للدرجه دي. الحب ضعف يا جنرال، بيدمر جهاز المناعه اللي جوه البني ادم. بيفقدك القدره على التميز والسيطره على تصرفاتك. وده بصراحه وضع في حالتك. هتيجي هتقطع الحب وسنينه. هسيبكم واطلع اشوف شغلي. قاعد ولا ماشي يا سي انارتي؟ لا انا مش بتاعت مننا، وواضح ان انا محتاج دروس خصوصيه من موسى بيه. دروس؟ دروس. ادب ادب يا بنت، ادب. ايوه مش كده. ده بيت محترم. طرب طرب طرب. شفت يا جنرال؟ شفت لما بتضحك وبتنسى بتبقى شكلك احسن ازاي؟ ايه بس انا تفتكر في امل في علاجي؟ انت عايز تنساها ولا توصل لها؟ لا انا عايز اوصل لها. معاك فلوس؟ غني يعني؟ لا انا دوبك معاش من الجيش. بداية غير مشجعة. بالشكل ده تبقى انت فقدت 90% من املك انك توصل لها. يعني مفيش قدامي غير 10% اني اوصل لها. ولا حتى 10%. بالعقل كده هتحبك على ايه؟ لا مال ولا الشباب. يبقى مش باقي لك غير انك تنساها. ازاي بقى؟ كتر من زياراتك لينا، وصدقني مع الايام هتنسى. يعني انا باختصار الحاله ميؤوس منها. حالتك محتاجه معجزه يا جنرال، وزمن المعجزات انتهى. كلمني عن حبك ليها، بدا ازاي وامتى؟ انا اسف يا حاج رضوان، كلامك استفزني وحسيت فيه باهانه، كانك بتتهمني باني مش مصري زيكم. ده غير ان انا ما اقدرش انسى دوري كضابط بوليس. انا اسف مره تانيه. وانا كمان اسف ان كنت جرحت مشاعرك، لاني واثق ومتاكد ان في حاجه بتجمعنا رغم اختلافنا، وهي حبنا لبلدنا. بالمناسبه دي اول عمليه ليكم ولا اشتركتوا قبل كده في عمليات مسلحه؟ بتسال بصفتك ضابط بوليس ولا مجرد فضول يا حمدي؟ جاوب على سؤالي. مش قبل ما اعرف ايه اللي في دماغك وقررت ايه. أرجوك يا شادي جاوب على سؤالي. أنا جاوبك يا حمدي بيه. العملية دهيت لأول عملية ولا آخر عملية. ولو فرض وما اتكتبلناش إن إحنا نستخدم القنبلة دهيت، في غيرنا كتير زينا هيكملوا المشوار. أنور عزم واحد منكم؟ كان يا حمدي. كان. ده
انت مصيبه يا جدعان. انت مصيبه. انت انت وراحت هات الف ليله وليله. تعرف عارف انك كان ممكن تصعب عليا لولا ان شكلك ما يشجعش. على فكرة أنا عايز أقول لك حاجة يا أبو سمير. حاجة مهمة أوي أوي. والله إنك سكرت أوي أوي أوي. بس أنت شايل دماغك على فكرة. أنت لا ليك في الحريم ولا بت ولا ولا بتحبهم ولا اللي أنا سمعته منك وحكيتهولي يقول إن أنا صح. أيوة صح. جنرال سابق قد الدنيا. أيوة. لافف وداير ومقطع السمكه وديلها. أيوة. وتيجي واحده تعمل فيه ده كله. عالم ايه اللي هيجرالي. بس انا طمعان يا موسى بيه انك تكمل لي حكايه نور القمر. ايوه. يبقى مين فينا بقى اللي سكر؟ أيوة. اللي انا كنت بحكي لك حكايتها اسمها حوريه. يا اخي حوريه امل بهيه حميده. ايوه. بس هو واضح على فكرة ان حكايتك فيها الشفا. شفا؟ ايوه. كمل الحكاية بقى. كمل الحكاية. هحكي لك. ايوه. انا عرفت حورية. ايوه. او نور القمر. لأول مرة على شط ابو قير. ايوه. في اسكندرية. ايوه. حكيم انا عايز ابو قير قوي. وليا هناك ذكريات كتير. ايوه. هناك ايوه شفتها لاول مره. فارس شفت حوريه. انت فين يا فارس؟ قربت من صياد عجوز وسألته دي بتنادي على مين وايه حكايتها. حكالي العجوز حكايتها، حكاية من أقدم حكايات الكون. قال لي إن اسمها حورية وأبوها كان شيخ الصيادين، وإن شبابها وجمالها كان سر عذابها. ملك يا حورية. مستكترة الفرحة اللي أنا فيها على نفسي وخايفة. خايفة؟ من إيه؟ مش مصدقة الدنيا تديني كل اللي أنا عايزاه بالسهل كده. حاسة إن فرحتنا مش هتتم. ده بس من كتر حبك ليا يا بنت. الدنيا ما بتديش بس يا فارس. خايفة من اليوم اللي اتفرقنا فيه. اتفرقنا؟ بعد كل الحب ده؟ مستحيل يا حورية. يا ريت يا فارس. يا ريت. طول ما انا جنبك اوعي تخافي او تقلقي. كلها كان يوم نتجوز يا بت ونبقى لبعضينا طول العمر. وخير ربنا والرزق حوالينا كتير في البر والبحر. هيكفينا احنا واولادنا وحبايبنا من بعدنا. ايوه لسه قلقان يا حورية. احنا عايشين على الارض يا فارس مش في الجنة. ومش كل اللي حوالينا ملايكة. جايز في حد شايل لك الشر. وشيلوا لي الشر ليه؟ انا عن نفسي بحبهم كلهم. وعمري ما تأخرت عن واحد محتاج او مرة قصرت في حق واحد فيهم. النفس أمارة بالسوء يا فارس. وزي ما الخير موجود الشر برضه موجود. انا هنقول لك على المفيد يا حورية. انت قلقانة من دياب اخويا صح؟ دياب اخوك غيرك. غيران وطمعان من الخير اللي انت فيه. هاي ايوه
حق الريس دياب. كل الخير اللي هو فيه ده حق انا اخوه توقام وابن امه وابوه. يزيد عني في ايه؟ فهموني. من زغره كل حاجه ليه، العطف والحنيه والمال والراي، ودلوقتي حريه كمان ليه. ساب لي ايه غير النار اللي قايده جوايا وبتحرقني؟ لا حد كده وكفايه. المال والارض والمراكب وحريه لا يمكن تكون ملك لحد غير انا، والا تبقى لازمتها ايه عيشتي من اصله. الدنيا خلاص ما عادتش تسعنا انا وهو، واحد مننا احنا الاثنين بس هو اللي لازم نعيش، وانا اللي هنعيش. عرفت الحكاية، دياب قتل أخوه فارس، غرقوا بمركبه، نفس حكاية هابيل وقابيل، ومع ذلك عمرها ما فقدت حرية الأمل في إن فارس في يوم رجع لها. كان جواها حاجة بتقول إنه لسه عايش، وفضلت ليل نهار تلف وتدور على الشطان وهي بتنادي عليه. ومرت أيام وسنين. ايوه ايوه. وكل ما اروح ابو قير ايوه كنت الاقيها وهي على نفس الحال. وفجأة اختفت. ايوه. راحت فين؟ عملت ايه؟ ايوه. محدش كان يعرف. ايوه. قالوا انها رمت نفسها وراه في البحر. ايوه. وناس تانية قالت إنها سواحة من بلد لبلد. أيوة أيوة. بتدور عليه. أيوة. لغاية ما في يوم لقيتها داخلة عليا مع حفني. أيوة. وبيقدمها لي على إنها نور القمر. أيوة. تصدقني ما تصدقنيش. أيوة. هي دي الحقيقة. أيوة. اشرب. أيوة. في صحتك. أيوة. ايوه اظن مصدقني المره دي يا جنرال. صدقك مش مصدقك انا بيدي ايه، لازم اصدقك لازم اصدقك.